خير ورمضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام يلا تسلم ولا تدعو يلا تخلي يما عسى البقعة ما تخمى ولا تخلي يا ربي بإذنك يا ربي يا ربك يا ربي السكري هو الاضطراب المزمن الذي يتسبب في اختلال قدرة الجسم على استخدام الطاقة من مصادرها الغذائية، ويصنف السكري إلى ثلاثة أنماط رئيسية: النمط الأول للسكري، والنمط الثاني للسكري، والسكري الحملي. كيف يصاب الإنسان بالسكر؟ أولا الوراثة، فالوراثة تلعب دورا مهما في الإصابة بالسكر. ثانيا التهاب مزمن للبنكرياس. ثالثا أنماط سيئة للغذاء مثل عدم الحركة وعدم الرياضة والكسل. من أعراض مرض السكري، أولا أعراض مثل أعراض البرد. ثانيا زيادة الوزن. ثالثا ضعف النظر. رابعا بطء التئام الجوي، وهناك أخرى.